السلام عليكم ورحمة الله. صفحة بلاك سبورت صباح لكم. عايزين نتكلم عن حاجات معينة بس كده سريع وتعبونا وأدونا دعم هنشوف نجاحات كثيرة إن شاء الله. هنتكلم عن مجموعة دوري الأبطال سريعاً. المجموعة الأولى فيها أياكس وليفربول ونابولي ورينجرز، يعني تعتبر مجموعة متكافة وكافة. المجموعة الثانية اللي فيها بورتو، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، كلوب بروج. المجموعة مجموعة الموت اللي هي بايرن ميونخ وبرشلونة وانتر ميلان وفيكتوريا. المجموعة الرابعة، المجموعة الرابعة فيها أندرلخت، روكفورد، توتنهام، سبورتنج لايزبونا وأولمبيك مارسيليا. المجموعة الخامسة فيها ميلان، تشيلسي، سالزبورغ، دينامو زاغرب. ريال مدريد المجموعة السادسة مع لايبزيج وشختار وسلتيك. يعني أحس إنه تصفية حسابات بين الموسم الفات والموسم ده، يعني شختار للموسم الرابع مع الريال في المجموعة. المجموعة السابعة فيها مانشستر سيتي، إشبيلية، بروسيا دورتموند، كوبنهاجن ولا كوبنهاجن دي مش عارف، ما أعرف دي من وين. المجموعة الثامنة آخر مجموعة اللي فيها باريس ويوفنتوس وبنفيكا وحيفا اللي هي من الدولة الصهيونية مباين من إسرائيل، والبين سبورت ما هتزيد مباريات حيفا زي على قنواتها بين سبورت، هتكون خارج التغطيات. يعني بس الجرمان يوفنتوس كده وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى الشير ومتابعة.